بمناسبة إتمام عمليات التطوير بأكاديمية الفنون المصرية بروما، افتتح السيد الرئيس محمد حسني مبارك ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني الأكاديمية الفنية بروما، حيث قام سيادته مع رئيس الوزراء الإيطالي بجولة تفقدية في أرجاء الأكاديمية التي استغرق تطويرها عامين. وتم الحفاظ في هذا التطوير على الطابع المعماري للأكاديمية والتي أنشئت عام 1929. ثم اتجه سيادته مع رئيس الوزراء الإيطالي إلى قاعة المسرح، حيث استعرض الفنان فاروق حسني وزير الثقافة كلمته وقدم فيها تاريخ الأكاديمية وقوتها الثقافية. هذه الأكاديمية بدأت في كولوكيو في مونتريال روما القديمة، وفي الستينات رئيس إيطاليا أهدى مصر هذه قطعة الأرض الرائعة الموجودة في مكان تحصل عليه الأمر. عاشت هذه الأكاديمية مع نشاطات رائعة وقامت علاقات رائعة بين مصر وإيطاليا في المجال الثقافي. In questi suoi anni di storia l'Accademia ha potuto tessere delle relazioni feconde nel sistema culturale tra l'Egitto e l'Italia, svolgendo molte attività. بيننا وبين إيطاليا من زمان في علاقات الحقيقة حميمة في كل الجوانب، ثقافية، اقتصادية، سياسية، زي ما احنا شايفين يعني سيادة الرئيس دائما هنا ورئيس إيطاليا دائما عندنا. فبالتالي أنا شايف إن الأكاديمية المصرية في روما هتكون مركز إشعاع رائع في المنطقة، لأنها أولا فيها متحف رائع، متحف مصري بيحكي تاريخ مصر من الدولة القديمة لحد الفن الإسلامي مرورا بالجريكو رومان والقبطي ثم الإسلامي، معرض لأشياء أو نعتبره متحف للفن المصري المعاصر أو الحديث، آسف، الفن المصري الحديث اللي هم أساتذة الفن الكبار اللي عاشوا في القرن العشرين كله. ده بيوين حضارة عظيمة جدا ومستمرة، يعني لما يشوفوا الفن القديم ويشوفوا الفن الحديث هيدركوا ان حضارة مصر دي مستمرة لم تنقطع. الأكاديمية طبعا لها نشاط ثقافي بتعملها برنامج سنوي، البرنامج السنوي ده بيقدم الحفلات الموسيقية، بيقدم السينما، بيقدم مسرح، بيقدم كل فنون مصر الحقيقة. والأكاديمية لها جمهورها، بس أنا شايف بالشكل الجديد ده هيبقى في جمهور طوابير، لأن هم محبين جدا للفن الفرعوني، وخصوصا المتحف فيه قطع متفردة رائعة للغاية، وده في حد ذاته هيعمل دعاية رهيبة للأكاديمية. وقدم رباعي أوبرا القاهرة الوتري عرضا موسيقيا يتخلله أنغام شرقية وغربية. دكتور أشرف رضا مدير الأكاديمية المصرية للفنون بروما، النهاردة يا فندم وفي محفل ثقافي وفني يعني في إطار تواصل ما بين مصر وإيطاليا وتوطيد علاقات الشعبين، إيه هي وظيفة الأكاديمية بالضبط في مجالات الفنون المختلفة؟ الحقيقة الأكاديمية لها شقين بتعمل عليهم، شق أكاديمي وشق ثقافي. الشق الثقافي وهو الرئيسي بتعمل على نشر الثقافة والفنون المصرية في إيطاليا وبعض الدول أوروبا كثيرة المجاورة لإيطاليا من خلال مجموعات أنشطة فنية وثقافية، بنستعمل المسرح وقاعات السينما اللي عندنا النهاردة ثلاث متاحف متخصصة، منهم المتحف المصري للحضارات، في الحضارات الآثار الفرعونية والجريك رومان والقبطية والإسلامية، عندنا متحف الإيجيبتومانيا، الولع بالمصريات، متحف الفن الحديث، أنواع مختلفة من المتاحف المتعددة المتخصصة بتستهوى كل الجمهور الإيطالي. الشق الأكاديمي بالنسبة لجائزة الدولة للإبداع الفني وهي منحة وزارة الثقافة، كل عام بناخد 10 طلاب من كل التخصصات الفنية، فنون تشكيلية، عمارة، ديكور، مسرح، سينما، أدب، شعر، وبيمكثون هنا في المبنى المخصص لهم في المراسم المخصصة لهم حوالي سنة ونص، يحتكوا مع نظرائهم الإيطاليين لتخريج بقى أجيال جديدة من المبدعين المصريين. ثم تفقد سيادتهما المتحف المصري للآثار بالأكاديمية المصرية
والذي يحتوي على قطع أثرية فرعونية مصرية رائعة تحكي التاريخ الفرعوني وتتخللها الإضاءة التي رؤية فيها النواحي الجمالية. فاحنا التشكيله اللي موجوده هنا بنبتدي كنوع من الاستقبال للزائرين بروائع ما نفذ بملوكنا. هي قصة التاج ده أثر عليه في واحد جيش جنوب الواحد خمسة في الثمانينات وكان محطوط في أسرة وأثر عليه لأن اللصوص سرقوه من المعبد ودفنوه ما لقوهوش بعد كده لما رجعوا يدوروا عليه ما لقوهوش وكان حظنا كويس لقيه. Signora. E qua si vede il giorno di giudizio quando il cuore del secondo viene no. pesato e dovrebbe essere più gelato da più. E il cuore non è un lato stesso peso della marcia, della verità. طبعا كتبنا لان احنا ماشيين بالكتابه التاريخيه كتبنا بالكتاب عن التاريخ رائع من العصر. مستر بريزيدنت مستر مانو